أسعد ما عند الرجال في حياته بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، إذا أكرم الله بزوجة صالحة. الله أكبر. الزوجة الصالحة تراها طوال عمركم لها تأثير على الرجال، مهما كان الرجال بذات الدين، مهما كان الرجال كبير ولا مرموق في المجتمع ولا في قبيلته ولا في أسرته ولا هذا، ترى إذا عنده حرمة لا سمح الله تعالى، حتى إن كان مثلا طال عمرك هذا، ترى تأثر عليه طال عمرك، تأثر عليه في حاجة إلى شورها أحيانا، حتى لما تأخذ براءة الحرم ترى طلعك لا يعني يلزم أن طلع عمر الأسرة نامت. فالآن يا طوال عمر مما إحنا نشوف يا طلع عمرك مشاكل داخل البيوت، مشاكل لا يعلمها الله سبحانه وتعالى، وإن كان في جنوح ولا عقوق من الأولاد فلا حول ولا قوة إلا بالله. إيش تفرح له؟ تفرح بولد طلع عمرك، ثم اللي طلع عمرك كبر جاذا اللي هو طلع عمرك يضرب في وادي وأنت في وادي مصير. يا ولدي وغير كذا كله، إن كان هذا طال عمرك تعدث إلى الأمور اللي سمعتوها قريب ومن بعيد، وهذا لا حول ولا قوة إلا بالله. فلذلك نقول نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يصلح لنا الذرية ويصلح لنا النية ويصلح مجتمعنا، لأن مجتمعنا يطول أعماركم يعني مجتمعنا مثالي، ونسأل الله أن يبقى كذلك، لأن مجتمع مسلم سني موحد إذا لم نكن يطول أعمار التكاتف نسمع من المطلق هذا وكلكم مطاليق ونسمع كلمة لربما كلمة، ترى الكلمة كلمة واحدة ممكن تأثر على الإنسان. أنا سمعت وأنا الشباب الآن بشركم يعني من روح الأسواق والمجتمعات ولا الاحتفالات ولا الأسواق يقابلنا أولاد طال عمرك بكثرة، ما هم قليلين وصغار والله تراني شفتك يا عم، شفتكم في هذا وكلامكم جميل وزين، هذه حاجة طيبة. فزمان كنا في مناسبة عندنا في القرية زمان وأنا صغير يعني، وإحنا رايحين للمسجد كان في واحد من الخطيب اللي يخطف المسجد، تخبر الأوضاع زمان ما هي مثل الحين، لا في مدارس لا فيها يعني حتى اللي يقرؤون ولا كذا ولا هذا قليلين. الرجال هذا الله يجعله في الجنة واحد من جماعتنا كان خطيب المسجد ورجال يعني ملتزم، والله ما أذكر يعني إني ما أنسى مواقف له. تخبرون إحنا هالزراعة وهالحرث وهذا الزرع لما نحصده ونحطه في الجرين ونديسه بالبقر أكرمكم الله والسامعين فإنها من نعم الله سبحانه وتعالى. أنا شفت هنا يمسك طال عمرك العصا بيمينه وفي يده شيء، يا يعني كتاب يا يعني قرآن، والله ما أكذب عليكم ما يفوت ويلف البقر ديس للزرع ويقرأ. شوف هذه ما أنساها وأنا صغير. رحنا رايحين للمسجد فيه مجموعة من الشباب يلعبون، ترى ما لا في كورة ولا في شيء، بس معهم خشبة كذا وعصا كذا زي هيلوكي ما أدري يسمون هذا ويطردونها كذا. قال يا شباب يا شباب، شفت لطف الدعوة، يا شباب يا أولاد، شباب ما سمعناها إلا في التالي، يا أولاد بس يا أولاد صلوا يا أولاد الله يحفظكم إن شاء الله، يقول العب حيث يجيب اللعب وعمل حيث يجيب العمل. وأنا صغير ما راحت لا زلت أذكرها. فلذلك يا طول العمر الله لا يهينك، المسألة طال عمرك هذه وغيرها يعني تراها مهمة ومجتمعنا في حاجة ماسة إلى بحثها والتطرق لها. الله يسعدكم ويسعد المشاهدين ولا يغير علينا النعمة اللي احنا فيها، لكن النعمة هذه يبغى لنا إيش نحافظ عليها بالعمل. بيض الله وجهك.